لبنان اللواتي كنا أساسا متضررات من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إذ لم يبقى لهن اليوم سوى سفاراتهن يلجأن إليها لإعادتهن إلى بلادهن بعد أن تخلى عنهن أرباب العمل. نناقش في موضوعنا اليوم تداعيات الأزمة على مئات العاملات والجهود المبذولة لمساعدتهن، كما سيكون لنا لقاء مع منير الفقير منسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا للحديث عن كتاب صيدنايا في الثورة السورية والحديث عن الانتهاكات. وفي فقرة التكنولوجيا، علماء يطورون جرادا يستطيع شم نترات الأمونيوم والمتفجرات. تابعونا. نبدأ الحلقة كالعادة بصور اليوم والتي تأتينا من أنحاء العالم. نبدأ هذه الجولة من الصين وتحديدا من مدينة ييشانغ، حيث يقوم العامل بتعقيم المقاعد الدراسية في المدرسة الابتدائية قبيل استقبال العام الدراسي. إلى أندونيسيا، حيث قامت الشرطة من مدينتين مختلفتين بالتجول في الشوارع رافعين مجسما بشكل تابوت للإشارة إلى مدى خطر فيروس كورونا ودفع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية. وننهي الجولة من نيودلهي، حيث يحتمي بعض المواطنين من الأمطار الموسمية داخل أنابيب في موقع للبناء. أراد كريم ابن التسع سنوات التضامن مع أقرانه ومواطنيه ممن تضرروا من انفجار بيروت المدمر، فأنشد لهم بصوته الشجي نشيد موطني معبرا لهم عن حبه ومساندته. خفت كثير وانقهرنا كثير على الناس اللي استشهدوا وعلى الناس اللي جرحى وعلى الأطفال اللي استشهدوا يعني. فسألت ماما إنه كيف فيني ساعد. ماما قالت لي إنه يعني أنت بعدك صغير، فيك أنت تقدم موهبتك بركي وصل صوتك. فحبيت غني وصل صوتي، فإن شاء الله لما أكبر بقدر أعمل شيء أكبر. يعني زعلان على بيروت كله، زعلان على الأولاد اللي استشهدوا وعلى الجرحى كمان. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. كريم اكتشفت موهبته بسرعة، يعني كان وهو صغير بطريقة، يعني هي نبرة صوته مبين فيه شيء يعني. بعدين بتلاقي أنا لأني شغلتي بالموسيقى وألحان بعرف إنه بقدر أكمش الصبي موهوب أو لا. أكيد أنا عم نمي له هاي الموهبة، أكيد عم يدرس موسيقى بيانو، كثير بحب إنه يكون فنان. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرضا في هوا.
إلى أخبار كورونا الآن، حيث تشهد أسواق العاصمة لافكوشا في الشطر التركي من قبرص أزمة اقتصادية منذ نحو 8 أشهر، وذلك بسبب توقف القطاع السياحي وإغلاق المعابر البرية مع جمهورية قبرص قبيل تأزم انتشار فيروس كورونا، وهو ما انعكس سلبا على الحياة العامة في المدينة، حتى أن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محالهم بشكل كامل. ليس سوقا تجاريا وحسب، بل هو متنفس لكثير من القطاعات في جمهورية قبرص التركية. خلى السوق هنا من زبائنه وأصبح محط قلق لأصحاب المحال. كلما لاحت بوادر انفراجة لسليمان عصفت أزمة أخرى بما تبقى لديه من أمل. أغلقت الأبواب مع الشطر الجنوبي دون سابق إنذار، جاءت بعدها أزمة كورونا. منذ 8 أشهر ونحن بدون عمل، انخفضت مبيعاتنا إلى أكثر من 90%. كنا نأمل أن نستعيد حركة البيع مع موسم السياحة، لكن كما ترون لا أحد في الأسواق. قرار أممي فصل بخط أخضر بين شطري هذه المدينة. لافكوشا عاصمة لدولتين، لافكوشا في الشمال ونيقوسيا في الجنوب، 4 معابر رسمية تسمح عبور الأفراد بين جزئي الجزيرة، عادة ما يعمل سكان الشطر الشمالي في الجنوبي، فيما يفضل سكان الجنوب التسوق في الشمال. نعتقد أن إغلاق المعابر من الطرف الآخر من دون توضيح الأسباب هو قرار خاطئ، لأنه يوجد قرار من الأمم المتحدة حول الخط الأخضر، والآن بسبب وجود خطر فيروس كورونا لا تزال الأبواب مغلقة، ونأمل ألا تطول هذه الفترة أكثر من ذلك. الأمم المتحدة تعترف بالشطر الجنوبي دولة تمثل جزيرة قبرص وبعضويتها في الاتحاد الأوروبي، في حين أن جمهورية قبرص التركية غير معترف بها وليس لها تمثيل دبلوماسي سوى في تركيا، ما يجعلها عرضة للأزمات الاقتصادية كلما أغلقت المعابر بين الشقين. أغلقت المنافذ البرية بين الشطرين، فتوقفت السياحة وأعمال التجارة بينهما، فجاءت الجائحة ففرضت عزلة أكثر على هذا البلد، ومعها تفاقمت الأزمة المالية. أحمد غنام، العربي، لافكوشا، قبرص. تجدد الجدل مرة أخرى بشأن قضية عاملات المنازل في لبنان، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وفترة الإغلاق التي فرضها وباء كوفيد-19، ليأتي انفجار بيروت ويجهز على ما تبقى من أحلام هؤلاء العاملات بعد فقدانهن وظائفهن. أصبح الشارع هو الملجأ الوحيد، فتعالت أصواتهن على أبواب سفارات بلدانهن يطالبن بالعودة إلى أوطانهن. يصببن جام غضبهن على أبواب قنصليات بلادهن الموصدة، يصرخن بأعلى صوت: نريد العودة إلى بلداننا. لكن لا حياة لمن تنادي. هذه مأساة عاملات المنازل في لبنان، تتجدد مع كل أزمة. أنهيت عقدي في لبنان وأردت العودة إلى غامبيا، لكنهم رفضوا إعادتي. يوم الانفجار اضطررنا إلى الهروب إلى الجبال أنا وصديقاتي. بعدما تحطم منزلنا بعد 3 أيام عدنا إلى بيروت. ظل بيتنا مدمر ولم يسأل عنا أحد. لا أحد منا يستطيع توفير تذكرة للعودة إلى بلدي. وكأن جائحة كورونا والأزمة المالية التي ضربت لبنان لم تكن كافية، فجاء انفجار مرفأ بيروت ليلقي بهن في الشارع. لا مال ولا طعام. الآن في لبنان لا مال ولا عمل، الكل يعاني من هذه الأزمة، لست وحدي فقط. لا يمكننا العمل بدون أجر، لهذا السبب نحن هنا منذ ما يقرب 2 أسبوع. نحن بحاجة للمساعدة للعودة إلى بلداننا، هذا ما نريده فحسب. أمام قنصليات بلادهن يفترشن الأرض منذ أسابيع،
هروبا من تعسف وعنصرية الكفلاء الذين ألقوا بهن في الشوارع بعد كارثة الميناء دون رواتب، فباتت تذكرة الطائرة والعودة إلى الوطن الأم أقصى أحلامهن. ندعو جميع حكومات بلدانهن الأصلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإجلائهن من أجل إنقاذ أرواحهن. ليس هذا فحسب، يجب عليهم أيضا توفير جوازات السفر لجميع العمال غير المسجلين، ولا ينبغي أن تكون هذه العملية مقيدة بأي شروط. يجب توفير جواز المرور للجميع. لم يتبقى لعاملات البيوت في لبنان غير الجمعيات الأهلية، تتفقد أحوالهن أمام ظلم نظام الكفالة الجائر، وتمنحهن بصيص أمل حتى لا يسقط ما تبقى من هذه الجدران فوق رؤوسهن، فيغادرن الحياة مجهولات الهوية. أناقش هذا الموضوع مع ضيفتي من بيروت رولا صغير، منسقة البرامج الاستراتيجية في اتحاد عاملات المنازل الدولي. أهلا وسهلا فيك يا رولا. إلى شبابيك، اسمحي لي أن أبدأ بقراءة نص صغير من رسالة من عاملات أثيوبيات إلى سفارة بلادهن. قالوا فيها: لقد سئمنا من العودة جثثا إلى بلدنا، نطالب بإجراءات فورية لوضع حد لقتل العاملات الأثيوبيات في لبنان وانتهاك حقوقهن. لهذه الدرجة وصل وضع العاملات في لبنان؟ شكرا على الاستضافة. وصل الوضع إلى هذه الدرجة وهو كان وضعا سيئا منذ البداية، فالوفيات التي تطال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان كانت بعيار شخص أو امرأة كل أسبوع، واليوم هي أكثر من ذلك بكثير، ولا تتحرى النيابة العامة في هذه القضايا نظرا لاعتبارها حالة انتحار معظم الوقت أو حالات استثنائية، بينما الاستثناء هو ليس حالات الموت، هذا الاستثناء هو نظام الكفالة الذي لا يخضع لأي قوانين، سواء قانون العمل اللبناني أو قوانين العمل الدولية، لأن لبنان لم يوافق على أي من الاتفاقيات الدولية التي قد تحمي حيواتهن. فالعاملات المنازل المهاجرات على انتظار القنبلة الآتية أو على انتظار الموت الآتي الذي لا يعرفنا هل سيأتي من الكورونا أم سيأتي من الموت جوعا أم سيأتي لأنهن على الطريق وليس لديهن ملاجئ يروحن إليها نظرا لعدم توفر المنازل. طيب، قانون النظام الكفالي الذي يعني يؤدي إلى ما تعانيه العاملات الآن هو موضوع تقريبا من عام 1962، صحيح؟ إلى الآن لماذا لم يتم إصلاحه، لم يتم تغييره؟ يتكل الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على نظام الكفالة وعلى اليد العاملة المهاجرة، لأنها يد عاملة رخيصة الثمن مقابل العمل اليدوي التي تقدمه عاملات المنازل المهاجرات في البيوت. يدفع لهن تقريبا خمس الحد الأدنى من الأجور في لبنان، ولذلك استفاد لبنان تاريخيا من عرق ومن كدح هاته النساء ومن كدح العمال الأجانب بصفة عامة، ولذلك مكاتب الاستخدام كما أن الدولة بشكل عام ليست تنظر إلى إصلاح هذه المنظومة لأنها توفر الكثير من الأرباح، ولأنها توفر كذلك مجالا لتفادي وضع مؤسسات تقوم بالرعاية وتخدم اللبنانيين وغيرهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية. يعني هي النظرة تجارية بحتة لهذا الموضوع، وعدم تغيير هذا القانون ربما يعني ينضم إلى مشاكل عديدة يواجهها لبنان في هذا الإطار. ولكن من خلال المعطيات وعما يتبع، يعني يتبع وجود العاملات وما يتعرضن له أيضا، يعني في يتم تحميل عبء إضافي، يعني العاملات اللواتي مثلا يهربن من المنازل يحتاجون إلى مراكز إيواء، يحتاجون إلى مصاريف، يحتاجون إلى العديد من الأشياء. بالموازنة ما بين هذه المصاريف وما ينتج عنها، إذا أردنا الحديث اقتصاديا يعني من خلال المستغلين لهذا الموضوع، والفائدة الاقتصادية التي تعود على المستغلين، كفة من ترجح هنا؟ عموما البنية التحتية في لبنان تحتاج إلى المزيد من العمل، فليست هناك بنية تحتية التي تساعد كل المقيمين على إقليم لبنان على الولوج إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التعليمية وكل خدمات قطاع الرعاية كذلك. فمكاتب الاستخدام تستفيد من هذا الموضوع بجلب اليد العاملة البخسة الثمن، وكذلك هناك كثير من الاتجار بالبشر أيضا يحصل. مثلا الجالية القادمة من سيرا ليون من عاملات المنازل
للمهاجرات تقدم فقط بحال وجود عائلة لبنانية تجلبها إلى هذه البلاد، في إشارة مباشرة إلى التجار بالبشر، وأغلبهم ضحايا هذا النظام يعني. طيب ولكن يعني هل يعني هو ما في باليد حيلة؟ هذا اللي بقدر أفهمه من كلامك، خاصة بأنه عم نحكي عن تقريبا 100,000 عاملة مسجلة بشكل نظامي، وعم نحكي عن أكثر من 250,000 من هن بمجموع العاملات الغير مسجلات بشكل نظامي. هناك حلول طبعا، ما ينقصنا هو القرار السياسي. من المخيل أن نفكر أن ليست هناك حلول متوفرة أو أن ليست هناك أنظمة عمل التي تسمح بالحفاظ على الحقوق الإنسانية والحقوق الاقتصادية والتي تكفل الولوج إلى الخدمات لهذه النساء والعمال بصفة عامة. النقص هو بالإرادة السياسية، لأن الاستفادة الاقتصادي يكون عاليا على حساب حياة هذه النساء، فيتعرضن للعنصرية في حياتهن كما في مماتهن. ولكن نطالب بإلغاء نظام الكفالة وإخضاع عاملات المنازل المهاجرات لقانون عمل ليكون واضحا ويكون موحدا بين الجميع، ويكون يخضع لمعايير عالمية من ناحية الولوج إلى حقوق الإنسان والولوج إلى آليات تسمح لهن بمتابعة ملفاتهن ومتابعة أي أشياء تصير لهن وتحدثنا عليهن. رولا، هل نتحدث عن يعني مدى طويل؟ لأنه في يعني كما ذكرتي موضوع الاستفادة وموضوع تغيير القوانين، وخاصة في ظل ما يمر به الآن لبنان من مشاكل اقتصادية وسياسية ضخمة، سيحتاج إلى فترة طويلة لكي يتم إصلاحه وحله. في المدى العاجل الآن، يعني الآن في هناك مشكلة تتفاقم بالنسبة للعاملات، خاصة بعد انفجار بيروت والأزمة الاقتصادية التي يشهدها ووباء كورونا أيضا. على المدى العاجل نطالب بإجلاء العاملات فورا، تلك اللواتي تطالبنا بالإجلاء، لأن هناك منهن من يريدن البقاء في لبنان من أجل العمل، وذلك كان سبب وجودهن على إقليم لبنان منذ البداية. فهن مثلا لديهن ديون يجب عليهن دفعها في بلدان مسقط رؤوسهن، ولذلك ترغبن بالبقاء، ولكن الأغلبية الساحقة تريدن الإجلاء الفوري، ولذلك نطالب بتسهيل العملية من طرف كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، من طرف الحكومة الحالية، ومن طرف بلدان مسقط رأس هذه العاملات، ونطالب بإعفائهن من أي عقوبات وإعفائهن من أي رسومات لدى الأمن العام لتسهيل عملية رحيلهن، ونطالب كذلك بتقديم فحوص لفيروس كورونا المستجد بالمجان كذلك، وإعادة أجورهن التي لم تدفع إليهن منذ شهر أكتوبر منذ ظهور الأزمة الاقتصادية على العيان، ونطالب بالملاحقة القانونية كذلك للكفلاء الذين قاموا بالتخلي عن عاملات المنازل المهاجرات، لكي يكون ذلك راجعا لكفلاء آخرين قد يقومون بنفس العمل. طيب. الإنساني ومتابعتهم قانونيا وإجبارهم ربما كذلك على دفع. بدي أسأل هون عن نقطة تذاكر الطائرات. رولا، موضوع البلدان التي يعني في أغلبها هي التي ترسل يعني أو الجنسيات العاملات اللي هن منها أغلب هذه البلدان، عادة كيف يتم التعامل مع الحكومات بين بعضها في مثل هكذا الأمور، خاصة بأنه لما عم نسمع مثلا عن تقريبا 38 وفاة من بين العاملات من آذار 2019 إلى الآن، بمعدل تقريبا وفاة كل أسبوع أو أكثر. فبالتالي الحكومات الأخرى، يعني مثلا الحكومة الأثيوبية مثلا، بما أنه الآن في رسالة موجهة لإلهم كانت من العاملات، كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ ما حقوقها في التعامل مع هذا الموضوع؟ إذا عندك فكرة طبعاً. طبعاً. تعاملت هذه البلدان بطرق مختلفة. مثلاً كانت هناك إجراءات قاسية جداً مثل منع سفر عاملات المنازل المهاجرات من هذه البلدان إلى لبنان، مما استدعى الهجرة القسرية عن طريق بلاد ثالثة إلى لبنان. يعني أن العاملة لا تقدم من بلد مسقط رأسها إلى لبنان بطريقة مباشرة، بل تذهب إلى بلد ثالث ثم تلج إلى لبنان من ذلك البلد، مما يجعلها غير قانونية في عيون دولتها وفي عيون الدولة اللبنانية، مما يزيد
من هشاشتها أمام النظام وفي عين القانون. فهذه الإجراءات لم تكن جيدة يعني بطريقة عامة. هناك أشياء أخرى قد يقوم بها بلدان مسقط الرأس، ولكن هذه البلدان كذلك تعتمد كثيرا في اقتصادها على الأموال التي ترسلها عاملات المنازل المهاجرات. هناك بلدان مثلا في آسيا التي يعتمد اقتصادها ثلثه يأتي من الإيرادات التي تأتي بها عاملات المنازل المهاجرات، ولذلك البنية التحتية للاقتصاد هناك كذلك تشجع على الهجرة. فالمشكلة هي مشكلة ثنائية بين بلد القدوم وبلد الوصول هناك، فأي حل لا يأتي حلا فرديا، يجب أن تتعامل كل الحكومات مع بعضها، مع المؤسسات، سؤال أخير، مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الدولية. صحيح. سؤال أخير، من خلال بحثكم واطلاعكم على هذا الموضوع، اللي ما هو السبب تعامل العنف تجاه العاملات في لبنان؟ يعني هل هو سبب اقتصادي؟ هل هو سبب نفسي؟ يعني لماذا نسمع كل هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق العاملات في لبنان؟ فئة عاملات المنازل المهاجرات هي فئة هشة منذ الأساس، وذلك لأسباب تاريخية وأسباب قانونية وأسباب اجتماعية. هي عن موازين القوى. حينما نضع كل السلطة في يد كفيل لبناني هو الأمر والناهي، وهو الذي يقرر كل شيء عن عاملة أجنبية راشدة، ولكنه يعاملها على أساس أنها ليست قادرة على اتخاذ أي قرار عن نفسها، ويأخذ منها جواز سفرها، ما إلى غير ذلك من الانتهاكات. فنحن نؤسس إلى أرضية ثرية بالانتهاكات، يعني بطريقة قانونية كذلك. والعنصرية هي جزء كبير من هذه المعاملة، من موازين القوى. نحن نخلق الاختلاف، نعامل الشخص على أساس أنه مختلف لكي نبرر لأنفسنا أسباب تعاملنا السيء والاستبداد والاستعباد، يعني طريقة جديدة للاستعباد التي هي نظام الكفالة، ونفرق بينهم حتى في مماتهم. فمثلا لوائح الأشخاص الذين كانوا ضحايا الانفجار في بيروت لم ترد فيها أسامي عاملات المنازل المهاجرات مثلا، فحتى في موتهن لم تكن محميات من العنصرية. علما بأنه تابعنا، بما أنك ذكرت انفجار بيروت، تابعنا العديد من الفيديوهات لعاملات ينقذن الأطفال لما حدث هذا الانفجار وكان الأهل غير موجودين بالمنزل. أشكرك على كل الأحوال رولا، على كل هذه الجهود التي تبذلينها. طبعا كل سيدة اسمها رولا فهي بتكون إنسانة ذكية ودائما تضحي من أجل الآخرين، بما أنه أنا كمان اسمي رولا. شكرا لك رولا صغير، منسقة البرامج الاستراتيجية في اتحاد عاملات المنازل الدولي من بيروت، على هذه المشاركة. والآن إلى شباك هاشتاغ الذي نرصد فيه مع أميرة مهذب تفاعل التونسيين مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير أميرة، أهلا وسهلا فيك بعد زمان ما اجتمعنا أنا وياك بشبابيك. طبعا مواضيع عديدة شغلت التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الآن أبرزها وما يتم الحديث عنه حتى ليس تونسيا أيضا عربيا، هو وليد الزيدي الكفيف الحاصل على الدكتوراه في الأداب، واللي يعني ترشح لأن يكون أحد وزراء الحكومة. مساء الخير رولا وعودة ميمونة. بالفعل يعني وليد الزيدي الذي يلقب هنا في تونس بطه حسين تونس، هذا الرجل الحاصل على الدكتوراه في اللغة والأداب العربية بكلية منوبة وهو مدرس كذلك في الجامعة، وليد الزيدي لم يترشح رولا إلى منصب يعني وزارة الشؤون الثقافية، لكن رشحه المشيشي أو الفريق الذي يتبع المشيشي في تشكيل الحكومة التونسية. لكن يعني هذا الجدل من فك يبتعد عن وليد الزيدي منذ إعلانه. البعض رحب واعتبرها يعني هو رد اعتبار أو ربما دعم لأصحاب لذوي الهمام أو ذوي الإعاقة، في حين أن البعض الآخر اعتبره أن هناك يعني بعيدا عن العواطف شخصيات أقدر على إدارة الشؤون الثقافية أو إدارة وزارة الثقافة. الجدل يكمل رولا
في نقطة أكثر أهمية، وهي أن الزيدي نشر في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك أو على حسابه الرسمي يقول أنه تعفف عن هذا المنصب وأنه متردد في قبول هذا المنصب، يعني مباشرة ويوم بعد هذه التدوينة عندما التقى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بأعضاء حكومته الجديدة، يعني في لقاء صحفي ونقطة إعلامية يقول المشيشي أنه تخلى عن وليد الزيدي معتبرا أن فريقه الحكومي أو أنه لا يرغب في ضم المترددين في خدمة الوطن. الجدل ما زال قائما بخصوص استغناء المشيشي عن وليد الزيدي في ذات اليوم، وبعد سويعات قريبا يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يعني وزير الثقافة أو الوزير المقترح وليد الزيدي بصفته الرسمية، وكأن يعني قيس سعيد يضرب عرض الحائط بقرارات المشيشي، وهو ما أثار جدلا واسعا لدى التونسيين معتبرين أن هناك خلاف كبير بين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي وبين رئاسة الجمهورية بين رأسي السلطة. عموما أحسن يقول في هذا الصدد إذا تمت المصادقة على الحكومة المقترحة وتولى السيد وليد الزيدي وزارة الثقافة فإن الشؤون الثقافية في تونس ستصبح من مشمولات رئاسة الجمهورية، باعتبار أن السعيد هو الذي دعم الزيدي على خلاف المشيشي مباشرة، لأن الرئيس انتصر للوزير المقترح في الحكومة الجديدة وليد الزيدي الذي عبر عن تعففه من المنصب ومن المزار ومن الوزارة عفوا. ليلى تقول، وهي يعني كاتبة تونسية وممثلة أيضا، تعين تعفف ومن بعد قال تعففت، أما رئيس الحكومة سحب منك التعيين لكن رئيس الجمهورية رأى فيك يعني أن تكون من المهم في منصب وزير الثقافة، فضيحة استهتار ودوس على كرامة الفنانات والفنانين والمبدعات المبدعين في كل المجالات. أنا ليلى طبال الكاتبة والممثلة والمخرجة والمكونة أرفض تعيين الدكتور وليد الزيدي على رأس وزارة الثقافة، ورأيك يا قيس سعيد لا يعنيني. معز يقول المشيشي يعفي وليد الزيدي الصباح وسعيد يرجع العشية، رئاسة حكومة تدار من قصر قرطاج والمشيشي عون تنفيذ لا أكثر من ذلك. هذا في خصوص الموضوع الأول يا رولا. الموضوع الثاني أيضا على ما يبدو سياسي بامتياز، وكل يعني كل يدور في فلك الحكومة وتشكيلاتها، ليس كذلك؟ بالفعل رولا، يعني السياسة هي التي تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي التونسي، خاصة أن تفصيلنا تقريبا 3 أيام فحسب على يعني المصادقة الحكومة التونسية أو توجه البرلمان لنيل الثقة. الموضوع الثاني يتعلق بعلي الحفصي، هذا الشخص الذي تقريبا كان مشاركا في كل الحكومات. علي الحفصي كان مشاركا كوزير في يعني بمكلف عفوا العلاقات مع البرلمان خلال حكومة إلياس الفخفاخ، لكن يعني أثار اسمه سخرية التونسيين أو طرفة التونسيين عندما علي الحفصي راجت له صورة وهو يقسم أثناء أداء القسم الدستوري، يقسم على الطاولة وليس على مصحف القرآن، يعني كانت تقريبا في قالب خطأ وهو ما أثار سخرية التونسيين. علي الحفصي كان من ضمن الوزراء الذين تمت المحافظة عليهم في فريق المشيشي بنفس يعني الحقيبة الوزارية، وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان. يقول يعني سرعان ما التونسيون استذكروا حادثة القسم الدستورية، وكانت التعليقات يعني جد طريفة. يقول عبد السلام علي الحفصي من تو قال لهم ما نحلف كان على الشدلية. الشدلية هي يا رولا تعني بتونس يعني القهوة أو الشاي، وهي يعني النبتة التي تكون فيها نسبة عالية من الكافيين والتي نسبة إلى الولي الصالح أبو القسم الشاذلي، فتسمى القهوة والشاي الشاذلية. فقال وهنا يعني يكثر الحلفان بها في خاصة في أجدادنا وأسلافنا. فيقول عبد السلام علي الحفصي من تو قال لهم ما نحلف كان على الشاذلية. أمين في تدوينة له يقول علي الحفصي قعد في الحكومة خاطره صادق وحلف على اللوح ولم يحلف على القرآن كبقية وزراء الفخفاخ. صفحة جابس في فيسبوك تقول علي الحفصي بعد ما حلف على الطاولة في الحكومة السابقة المشيشي يعطيه فرصة أخرى، المسامح كريم. ونتوقع أيضا يا رولا أن تكون هناك تعليقات خاصة الأسبوع القادم بعد يعني جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي.
أشكرك أميرة مهذب على هذه الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونلقاك في جولات أخرى. شكرا. هذه الحلقة مستمرة من شبابيك وتتابعون فيها بعد الفاصل لقاء مع منير الفقير منسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا للحديث عن كتاب صيدنايا في الثورة السورية وتسليط الضوء على انتهاكات النظام السوري. علماء يطورون جرادا يستطيع شم نترات الأمونيوم والمتفجرات في شباك التكنولوجيا. كمامات مرصعة بالألماس في الهند يتجاوز سعرها $5,000. التفاصيل في شباك الدنيا. أهلا بكم من جديد إلى شباك تكنولوجيا، الآن مع سلمى ناصر. مساء الخير سلمى. أسلمي وجودة. كيفك؟ الحمد لله، اشتقنا لك. الله يسلمك، مبسوطة. أهلا بعودتك. أكيد 100% حبيبتي. سلمى، اليوم عم بشوف المواضيع اللي محضرتي لنا إياها، يعني أغلبها غريب إذا مو كلها. يعني رح نبدأ بالموضوع الأول اللي هو عن موضوع جراد قادر على شم المتفجرات. صحيح، وهذه تقنية جديدة فكر فيها العلماء بعد انفجار بيروت، وهو جراد قادر على شم المتفجرات. فقد كشف فريق علمي من جامعة واشنطن الأمريكية عن قيامه بزراعة أقطاب كهربائية في قرون الاستشعار الخاصة بالجراد، وأدت هذه التجربة الفريدة إلى ابتكار جراد قادر على شم الأبخرة المتفجرة بعد تزويد قرني الاستشعار لدى كل جرادة بأجهزة مطورة تمكنها من بث إشارات تدل على المتفجرات، حتى تستطيع قوات الأمن استعمالها مستقبلا للمساعدة على البحث عن القنابل. يعني كل مرة بيطلعوا لنا بشيء جديد ومختلف. كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع؟ هل في تفاعل عليه وكيف؟ صحيح، بداية هو موضوع جديد، لأنه إحنا بنعرف الكلاب اللي عندها القدرة على شم المخدرات والمتفجرات، لأنه عندها طبعا حاسة شم قوية جدا. حتى العلماء في جامعة واشنطن اكتشفوا هاي الميزة للجراد بالصدفة عن طريق تجربة معينة كانوا بيعملوا تجربة على قرون استشعار، فاكتشفوا أنه عنده القدرة على يميزوا أنواع معينة من الروائح. فقرروا أنهم يحطوا أقطاب كهربائية في قرون استشعار طبعا عن طريق عملية جراحية حتى ما يعيقوهم عن الحركة. طبعا هاي الأقطاب المستشعرات الكهربائية مرتبطة بالإنترنت وبالكمبيوتر، تعطي لون معين عندما لما يشم الجراد رائحة معينة. وجدوا أن الجراد عنده القدرة على يميز بين TNT أو RNT والمتفجرات الأمونيوم. فقالوا أنه هذا الجراد ممكن طبعا في مسافة 50 متر، يعني أنت إذا بتطلق الجراد في 50 متر ممكن يتجه نحو المتفجرات ويشمها ويعطيكي بالضبط هذا المتفجر شو هو عن طريق اللون اللي برسله عن طريق طبعا أكثر. هي يمكن هلأ فكرة حلوة هي، بس ممكن صح. يكون في جانب سلبي إذا ما تم التحكم فيه، لأنه بنسمع كثير في بلدان لما بيصير في موسم الجراد بيأكل المحاصيل الزراعية كلها. أكيد، بس لا هلأ حيكون متطور يعني وعم يأكل يأكل أخضر واليابس المتفجرات تماماً. لا بس هي أكيد هي يعني المتفجر الجراد اللي حيستخدمه هو جراد طبعا حيكون تحت عيون الخبراء وحيرسلوه فقط للبحث عن، يعني هو تتربيه في المختبر مش فقط بيطعموه اول شيء مشان ما ياكل محاصيل زراعيه. تمام، بعدين يبحث فقط عن المتفجرات. تماما. الموضوع الاخر ايضا باص ذاتي القياده في شوارع تايوان. هلا سمعنا بالفتره الاخيره عن انه السيارات اصبحت قياديه ذاتيه القياده منتشره بشكل كبير، ما الجديد في هذا الباص؟ الجديد انه هذا اول مره يجرب داخل المدينه طبعا في تايوان، فقد تختبر مدن تايوان حافلة ذاتية القيادة في شوارعها لأول مرة. الحافلة الذكية التي تسير بلا سائق لديها 6 مقاعد ومساحة كبيرة تكفي ل9 ركاب، يمكن فتح باب الحافلة وإغلاقه ذاتيا عن طريق الخدمة الذاتية، كما تبلغ أقصى سرعة لها 40 كيلومترا في الساعة. بتأمني تطلعي بهيك باص؟ يمكن بأمن، لأنه تايوان بالذات من 2017 عم تجرب هاي التقنية. أول شيء جربتها في الجامعات الخاصة، وبعدين جربتها في الريف وفي الشوارع الجانبية، والآن أطلقتها لأول مرة للركاب حتى يستمتعوا بهاي التجربة. حيكون في شخص، هذا الشخص ليس سائق ولكن هو عامل أمان، يتأكد أن الأمور ماشية بطريقة صحيحة ويتدخل فقط عند الطوارئ. هذا الباص مثل ما ذكرنا يعمل تماماً من دون سائق، كل شيء فيه خدمة ذاتية، تقدر تفتح الباب عن طريق زر معين، تغلق الباب عن طريق زر معين، وكمان مش سريع كتير، يعني أقصى سرعة له 40 كيلومتر في الساعة. وفي طبعا مستشعرات ومايكروفونات وكاميرات، إنه لو شاف شخص من المشاة أو سيارة
أخرى مقابله ممكن يتوقف قبل 30 سنتيمتر طبعا تجنبا للحوادث، وكمان بيقدر يميز الإشارات الضوئية هل هي صفراء أو حمراء أو خضراء. فهو يعني بس ذكي وذاتي القيادة، ولكن حيستخدم شيء على نطاق واسع صحيح. حاليا هي استخدمته في العاصمة، وبعد هيك طبعا خلال 3 أشهر حيتوسع لباقي المدن وممكن يدخل الريف كمان، فبداية من العاصمة. هو دائما تايوان يعني دائما متطورة بهذه الأمور. موضوع آخر ويهم بيهمني أنا شخصيا، سرير ذكي للأطفال. صحيح، هذا سرير ذكي، إذا بنيم وبيطعمي وبيحفظ وبيجهز وكل شيء، وهذا ممتاز. لا هو بس بنيم. أنا أول واحدة. إحنا هذا السرير فقط بنيم، يعني سرير بس مهمته إنه يقنع أطفال إنه يناموا. فقد طورت شركة تكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو سريرا ذكيا يساعد على إبقاء الأطفال نائمين طوال الليل دون حاجة الآباء إلى الاستيقاظ للاطمئنان عليهم بين حين وآخر. السرير الذي طورته شركة كاردوايز هو سرير ذكي يستعمل أجهزة استشعار الحركة والميكروفونات لاستكشاف متى يكون الطفل في حالة استرخاء ومتى يبدأ في البكاء في منتصف الليل، ليقنعه بالنوم مجددا دون الحاجة إلى إيقاظ والده. يعني واضح بأنه فكرة ذكية ومتطورة جدا. بس هو شو بيختلف، يعني أنا مثل ما عم تابع هلأ بالفيديو معك، شو بيختلف عن الكرسي الهزاز للطفل؟ بيختلف كتير. أولا هذا يعني وسعر، خلينا أول شي نبلش بكل شيء أغلى أغلى بكتير. أول شيء هذا السرير عبارة عن روبوت أكثر منه سرير. هذا السرير فيه مستشعرات ذكاء، فيه ميكروفونات، فيه كاميرات بتراقب حالة الطفل طوال الليل. أول ما المستشعر يحس أنه الطفل بلش يتقلب وطبعا ويسمع صوته بيقنعه بالنوم مرة أخرى إنه عن طريق هزة خفيفة، بعدين ببلش يعني إنه نام لحالك من دون ما أيقظ أو إنه يستيقظ أحد الوالدين. بعدين ممكن فيه مسجل صوت، الأهالي ممكن يحطوا اللي هي الوايت نويز اللي هي مثلا صوت الشلالات، صوت المحيط، الأشياء اللي ممكن تخلي الطفل يسترخي وينام. والأهل ممكن يسجلوا صوتهم، ممكن يسجلوا أي صوت بيحبوه. غير هيك لهون في أشياء متكررة، غير هيك هذا التطبيق بيجي مع هذا السرير بيجي مع تطبيق على الهاتف بقول لك إنه طفلك استيقظ الليلة مثلا 5 دقائق ثم عاد إلى النوم مرة أخرى. في هاي الفترة المعينة نام نوم عميق، لأنه هذا السرير بيستخدم مستشعر ذكاء صناعي ممكن يعرف إذا الطفل نام نوم عميق أو لا، قديش كيف تقلب، بيعطيكي ملف كامل عن حالة الطفل خلال النوم. وحتى لو كان نايم كمان بالنهار ممكن يعطيكي مثلا الطفل لو أنت كنت بغرفة تانية ممكن يعطيكي على الأبليكيشن إنه طفلك الآن استيقظ مثلا سحب تروحي مثلا تشوفيه أو تغيري له. فهو يعني سرير روبوتي ذكي جدا. سعره قديه سعره تقريبا؟ سعره هو هيكون متوفر في الأسواق من شهر سبتمبر القادم. سعره 1500 دولار، ولكن الشركة عاملة عليه عرض 1000 دولار للي عرض عم نعمله دعاية مجانا للي بيحجز أول بأخذه ب1000 دولار. هل في أعمار معينة للأطفال يعني؟ لا هو من عمر يوم لعمر سنتين. بعد هيك حتى في برنامج خاص يساعد الأباء على أنهم ينفصلوا عن أطفالهم. يعني بدربهم أنهم ينفصلوا أطفالهم في سرير منفصل، فهو من 0 لعامين. بعد هيك يعني معك 6 شهور. هلا حنشوف إذا بنستنى يعني بناخده بس ينزل الأسواق ولا لا. طيب الموضوع الأخير عنا اليوم، لما أنا قريت العنوان يعني كنتاكي تسعى إلى طباعة الدجاج بطباعة ثلاثية الأبعاد، ما بعرف ليش خطر لي دغري شغلة تانية. يعني لما ببعض المجتمعات اللي بيكونوا في كتير رسوم طلعت عليها مثلا بسبب الفقر أو الحروب وإلى آخره، فبيعملوا رسوم كاريكاتورية إنه الأب بيرسموا جاج مثلا للأطفال، وانه بيتخيلوا انه هن عم ياكلوا هلا جاج او هيك. هي الفكره هلا هي بتشبهها بس بس هذا حيتاكل عن جد، لانه كنتاكي الان تهتم بطعام المستقبل، فستتعاون سلسله مطاعم كنتاكي العالميه الشهيره مع شركه روسيه للطباعه الحيويه ثلاثيه الابعاد، وذلك في محاوله لانتاج قطع دجاج في المختبر. كنتاكي فرايد تشيكن تحاول صناعه اول قطع دجاج منتجه في المختبر في العالم، وذلك ياتي ضمن مفهوم مطعم المستقبل. وستزود كنتاكي المختبر بمكونات مثل الخبز والتوابل لتحقيق طعم كنتاكي مميز ومحاكاه طعم الدجاج الحقيقي وملمسه. فنرجع لسؤالك ليش؟ فعليا هي عندها اتجاهين، الاتجاه الاول انه في كثير اشخاص بيحبوا كنتاكي ولكن هم فيجيتيريان ما بياكلوا الدجاج. فهي حتزودهم في ماده طبعا اللي هي الفول الصويا اللي هو اللي بتحصل منه على بروتين وتوابل خاصه بكنتاكي، ويطبع عن طريق طابعه ثلاثيه الابعاد. نحن هلا شفنا الطابعه ثلاثيه الابعاد صارت تطبع اعضاء بالجسم، صارت تطبع اطارات السيارات، وكمان دخلت في الطعام في حلويات، وهلا في كنتاكي حتكون اول شخص او اول شركه تنتجها او تستخدمها في طباعه الدجاج. حيكون هو عبارة عن المادة المكونة أصلا فول الصويا
وبروتينات اخرى ولكن بطعم دجاج كنتاكي. هذا الاتجاه الاول مخصص يعني للفيجيتيريان اللي بيحبوه الشق الاول صحيح، ولكن الشق الاخر هو دجاج حقيقي. هلا في عندنا اللي اسمه الطعام المختبر او اللي بسموه البرجر المستحيل، اللي هو البرجر المنتج في المختبر، بياخذوا خليه من البقره او الان خليه من الدجاج وبتركوها بالمختبر عن طريق طبعا محفزات، فبتنتج عندك من خليه بتطلع عندك قطعه دجاج. فالفكره الثانيه انه من خليه الدجاج تنتج عندك دجاجة كاملة عن طريق طابعة ثلاثية يعني الأبعاد. هو من غير شيء بنحكى، يعني هلا نحن عم نعمل لهم دعاية وفلا دعاية صحيح. مضادة حتطلع مني صحيح 100%. انه هو من غير شيء بنحكى انه هو كتير يعني صحيا يعتبر من الوجبات السريعة وغير صحي صحيح. وطريقة القلي والدجاج عم يندق هرمونات، فبالتالي ما بالك الآن بانه مصنع كمان من خلية لا هلا هي كنت الفكرة تاعتها انه بتقولك هذا هو طعم المستقبل. طبعا انا اكيد ما راح اجربه، ممكن كثير ناس ممكن ما تجربه، ولكن بتقول لك انه هذا هو اكثر صديق او رفيق للبيئه اكثر، لانه هو ناتج بالمختبر، ما بيبعث ما في عندك غازات الميثان وغازات الدفيئه، ما بيستهلك ميه، ما بيستهلك مثل الدجاج الطبيعي، فهم بيتحولوا من يعني ويمكن استغلال رخص اسعار هاي الاكلات بالمجمل لفئه واسعه من المجتمع بكل الشعوب هي اللي بتدفع لهم لهذا. تخيل بكره نشوف ستيك كمان وكل قطع اللحمه موجوده وكبسولات بناكل منها الخضار وخلصت. اكيد شكرك سلمى على كل هال يعني الإطلالات على مواضيع غريبة وجديدة تعتبر. أنا أشوفك مرة ثانية إن شاء الله. شكرا. تتحدث المنظمات الحقوقية عن سجن صيدنايا الواقع على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، ولكن هذه المرة الواقع مرير وممارسات شتى تمارس طبعا وأنواع التعذيب بحق سجناء سوريين وغير سوريين مدنيين وعسكريين يعدهم النظام السوري من المعارضين له. وثقته طبعا في كتاب جمعية تضم سجناء سابقين هم شهود عيان وناجون من التعذيب. صيدنايا في الثورة السورية قصص المآسي في سجون الأسد. سجناء سابقون في سجن صيدنايا سيء الصيت أسسوا جمعية ووثقوا في كتاب جرائم التعذيب والقتل خارج القانون. قوات الأمن السوري اعتقلتني بزعم عملي لصالح المخابرات التركية. قضيت 21 عاما في السجون السورية بما في ذلك سجن صيدنايا. كنت أحاول البقاء على قيد الحياة خلال سنوات سجني رغم التعذيب الذي تعرضت له، ونذرت نفسي بعد إطلاق سراحي في عام 2016 لمساعدة المعتقلين لما رأيته من ممارسات السجنين والأهوال التي فاقت الخيال. ثلاثون من السجناء السابقين سموا جمعيتهم صيدنايا، ومن خلال المسرحيات والصور والتقارير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يطلعون العالم على فصول الاعتقال والتنكيل والتصفية الجسدية. قمنا بدراسة أسباب اعتقال وإرسال السجناء إلى سجن صيدنايا وأساليب التعذيب الذي تعرضوا لها والمحاكم التي عرضوا عليها وسنوات احتجازهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية، وجمعنا البيانات في قوائم إحصائية ثم طبعناها في كتاب. يسلط الكتاب الضوء على حياة 15 سجينا وما تعرضوا له من معاناة وآلام خلال فترة اعتقالهم في سجن صيدنايا، منهم من بقي على قيد الحياة ومنهم من لقي حتفه من جراء التعذيب أو القتل العمد. وثقنا قضية الطيار والمعتقل السوري رغيد الططري الذي كان في سجن تدمر ثم قضى حوالي 40 عاما في سجن صيدنايا لرفضه قصف مدينة حماة في الثمانينيات. عندما دخل السجن كانت زوجته حاملا ولم يتمكن من رؤية ولده إلا مرة واحدة عندما أصبح عمر ابنه 15 عاما. كما كتبت عن يوم أتى فيه السجان وطلب من المعتقلين قص شعرهم، لكن لم تكن لدينا أي أداة لقص الشعر فلم نفعل، وعندما عاد السجان اختار صبيا وقتله بحجة عدم إطاعة الأوامر. ليست قصص المعتقلين والتعذيب الوحشي فقط ما رصدها ووثقها أولر ورفاقه، بل مأساة ممتدة
لعائلات عانت من اعتقالات أبنائها وأخوتها وأقاربها وطالبت بعدالة طال انتظارها. للحديث عن هذا الكتاب ينضم إلينا من اسطنبول منير الفقير، منسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن سيدنيا. أهلا بك يا منير إلى شبابيك. قبل أن أدخل في تفاصيل الحديث عن هذا الكتاب والتوثيقات التي جاءت فيه، مشاركتك بجزء كبير كشاهد وكمعتقل سابق تعرضت لكل أنواع وصنوف التعذيب في سيدنيا، مشاركتك في هذا العمل هل يعني تشعر بأنه أعادت جزء من حقك؟ هل بأنه يعني شفيت غليلك نوعا ما من صنوف التعذيب التي تعرضت لها؟ هل يعني ماذا أضاف لك؟ ماذا قدم لك؟ يعطيك العافية. هل هو جزء بسيط على طريق العدالة؟ لا يشفي صدورنا إلا العدالة الكاملة والفراج عن المعتقلين وكشف عن مصير كل المفقودين في صيدنايا وفي غير صيدنايا من السجون ومراكز توقيف النظام السوري. لكن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله، خطوة لبناء السردية، خطوة لكتابة قصة المعتقلين كما يراها المعتقلون، كما شاهدها المعتقلون وكما عاشها المعتقلون، وهي كما ذكرت خطوة بسيطة على طريق العدالة، وهي وفاء من نجا لمن بقي هناك يعني يكابد التعذيب والظلم والاضطهاد في المكان الذي تقتل في حكومة النظام السوري شعبها. ما أبرز ما تذكره من خلال يعني المعتقل وذكرته في هذا الكتاب وربما إعادة تذكره مرة أخرى أوجعك؟ يعني هناك كثير الكثير من المشاهد الأليمة جدا، لكن بهذه اللحظة يقفز لذاكرتي شيء هو لا يوجعني على المستوى الجسدي أكثر ما يوجعني على المستوى النفسي، أنه العشرات من الشباب السوريين تعجز ويعجز كل المعتقلين عن إنقاذهم وهم يتضورون جوعا وبردا وعطشا، جوعا وبردا وعطشا، بالإضافة لكل الأمراض والجرب، والجميع عراة في الشتاء القارس، والمهجع مغمور في المياه بشكل كامل، والناس تموت من البرد وأنت لا تستطيع أن تنقذ أحد، وسلطة السجن لا تعطي أي حبة دواء للمعتقلين. هذا مشهد. المشهد الآخر عندما يحرم الناس من المياه في الزنزانات لأسبوع أو 10 أيام، فيعني بيصيروا بيشربوا من أي مياه بيلاقوها، حتى من المياه اللي موجودة في المرحاض، حتى من أي نقطة مي موجودة على الأرض بيصير بيلعقوها. هي من المشاهد الأليمة، بالإضافة لمشاهد القتل اليومي والتعذيب اليومي والتفنن في 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 اختيار وسائل أو آليات القتل. في ظل يعني ربما هذا الإهمال أو التهميش، لأن هناك العديد من يعني شهود العيان والعديد من القضايا التي تم الحديث عنها في ظل التعذيب في سجون نظام الأسد، في ظل كل ذلك كتاب مثل هذا النوع برأيك هل يعني يعتبر دليل؟ هل يمكن أن يدعو أحد لأن يتعاون مع هذا الموضوع، أن يفتح تحقيقات في هذا الإطار؟ طبعا هذا جزء، غير انه هو جزء مثل ما حكيت من سرديتنا نحن كناجين وكمعتقلي صيدنايا، هو شهادات حقيقيه يمكن الاستناد لها في اي استحقاق للمحاسبه قادم، والشهادات عرضت بهذه الطريقه كما راى، يعني كل واحد كما راى وليس كما سمع، كما راى وكما عاش المشهد والواقع التي انت رايتها لا سمعت بها، ف يعني الشهادات كانت اقرب لشهادات في محكمه اقرب من ان تكون شهادات صحفيه. ما هي الرساله التي تودون توجيهها من خلال هذا الكتاب وايضا من خلال الجمعيه التي انت عضو فيها؟ من خلال الكتاب انا اوجه رساله لكل من نجا، لكل الناجين، طريق العداله طويل لكن سنصل إليها يوما من الأيام، على الجميع، على كل السوريين الذين تعرضوا للاعتقال وعلى كل عائلاتهم، أن يتكلموا وأن يخرجوا عن صمتهم ويتحدثوا عن جرائم النظام ويتحدثوا عن من
بقي هناك، من فقد ومن مات هناك، يكتب هذه القصة ويتكلم بها أمام أي جهة حقوقية وأي جهة قضائية وحتى أي جهة صحفية. لا أحد، هذا كله يثمر في الأخير في النهاية عدالة، وهذا جزء بالنهاية من واجبنا تجاه من بقي هناك. فهذا هذه مهمة ليست ترف وليست فرصة للظهور أكثر من ما هي حق وواجب، على حق للمعتقلين الذين بقوا وواجب على كل من نجا. نأمل أن يصل صوتكم إلى من بيده القرار في الإفراج وإنقاذ هؤلاء المعتقلين. شكرا لك من إسطنبول منير الفقير، منسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن سيدنايا. نختم من الهند، حيث يقوم محل المجوهرات في مدينة سورات الهندية بصنع أقنعة مرصعة بالألماس ليكون وسيلة للزينة والحماية. أقنعة تنسي الزبائن شعور الخوف والحذر من الفيروس خلال تجربتها. طبعا هذه الأقنعة التي تكون الناس خلالها مسحورة بجمال الأحجار الكريمة التي تزينها. نترككم مع هذا التقرير ونلتقي غدا الساعة 4 بتوقيت غرينتش، 7 بتوقيت القدس. إلى اللقاء. بهذه الأقنعة المرصعة بالماس يحاول متجر مجوهرات في مدينة سورات الهندية جذب الزبائن لاقتنائها كزينة ووسيلة للحماية. لقد صنعنا القناع بأكمله من أحجار الماس الحر الأمريكي. هذا سعره حوالي 2000 دولار، وهناك آخر يتجاوز 5000 دولار. زبونات هذا المتجر لم يعدن يأبهن للفيروس، فتجربة هذه الأقنعة الماسية تغطى على شعوري الحذر والحيطة لديهن. إيجاد قناع ماسي يلائم ملابسهن لتنافسن فيما بينهن. يوجد هنا أقنعة متطابقة مع الساري والأزياء. عملنا يتعلق بفن المجوهرات، لذلك كان علينا صنع شيء يمكن من ارتداء المجوهرات والأقنعة معا، لذا جعلناها قابلة لإعادة الاستخدام بعد انتهاء الفيروس. يمكن للزبون أن يطلب منا صنع القلادات والأساور منها. الكثيرون وجدوا في الفيروس ضالتهم لتسخيره كربح عائد لاستثماراتهم، حتى صار الماس يطوع على أقنعة تكمم الأفواه.